السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. النهارده بقى عايزين ندلع ديورنا ونديهم فسفورات ونديهم بروتينات ونديهم كل الاكل الجميل اللي يكبر، زي ما انتوا شايفين كده بالصلاه على النبي والحاجه اسم الله عليها الله اكبر زي الفل. ايه يا بتي يا بطه، بصي بصي يا اختي، قبل ما اقول لك بصي، انت بتشيلي النشارة اللي انت حطاها تحت الطيور مش هتعبك، وقومي بعد ما تشيليها سيبيها على الارض كده لتاني يوم. هما تاني يوم هيقعدوا بصي ينقروا كده. بصي بصي ليه بقى؟ الدودة دي حاجة مفيدة جدا، بتنشأ في الرملة تاني يوم على طول، او في النشارة ولا ايه. تبص تلاقيهم بقى اديتيهم بروتينيت وبروتينيت ودلعتيهم وخليتيهم اخر. ما احنا لازم برضو ندلع البروتين ده. البروتين ده يا جماعة اقوى واحسن حاجة تأكليها لطيورك، وبتحافظ على الصحة العامة بتاعت الطير. وانا قلتلكم ان الحاجات دي المنظمة العالمية اللي هي بتاعت التغذية في اوروبا اثبتت ان هو صحي لما هو ظل الطيور، يبقى انا ما احطوش ليه؟ وخلي بالكم الناس دي لما بتعمل ابحاث بتعملها وبتجيب علماء من كل انحاء العالم عشان تطلع الفتوى فيها مظبوط. عايزه اقول لكم النهارده بقى، ادي بص البروتين يقعدوا ينقروا يا اختي براحتهم. طيب الجو طبعا حر، واحنا بنقعد كل يوم نعيد نفس الكلام، الجو حر بالله عليكم. الميه 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 الميه، بطلع الاقي الميه سخنه شيليها، لان الميه دي ضرر على الطيور. بصي يا اختي بصي بصي المولر اهو، وادي السنولر بصي من بعيد اهو، بصوا قاعد ازاي، بصي ماليه مركزها ازاي العسل، بسم الله عليكي الله اكبر الله اكبر عليكي. عايزه اقول لكم ان اهم حاجه في التربيه انك تركزي مع الطير وتشوفي وشه وتشوفي حركته. الحركه هي اللي بتدل على ان الطير ده تعبان ولا لا، الطير صحته حلوه ولا لا، طريقته في الاكل بياكل سحبه زي ما بيسحب معاكي كل يوم ولا لا. طب النهارده بقى عشان ما اطولش عليكي يا اختي، عندي ليكي وصفه. بصي بقى، فضلت خيرك امبارح عملنا ايه؟ شويه سمك. وانا عاده اشوي السمك بتاعي في الكيك، انا لا يمكن اجيبه جاهز ولا يمكن اجيبه الراجل يعمل، احب احصله بمزاج وانضفه كده بمزاج واشوه عندي في البيت. اه بيعمل ريحه شويه بس بصراحه بيعجبني. بصي بقى، طبعا ادي الميه بتاعت شوي السمك، ارميها ابدا والله ده فسفور. انت عارفه الميه دي ايه الميزه اللي فيها؟ ان الميه دي اتحط فيها السمك فخد زفاره السمك. الزفاره دي نفسها بتشجع الطيور على انها تاكل اكتر وتسحب معاكي اكتر ومغذيه. زائد بقى ان الميه فيها ايه؟ فيها كمون وملح وكزبره، بصي يا اختي، وبصل وتوم، كل التوابل. طبعا انت في غنى ان انا اعرفك. تخيلي بقى التوابل دي لما تحطيها بقى على لقمتين عيش على حبة بطاطا بس كده، بصي اديتي ايه بقى، بصي اديتي ايه، اديتي كل حاجة للطيور بتاعتك اهي، وتقومي بقى حطها قدامهم بالصلاة عنا. عارفة الزفارة دي عليها افضل الصلاة والسلام. عارفة يا اختي الزفارة دي هي دي الصحة، يعني صحة يا بطة. حبة المية دول، اقول لك يا اختي الميزة في حبة المية دولت ايه؟ المية دي بتخلي الطير يسحب معاكي اكلة اكتر. مش انت في علف زفر؟ طب انت ايه اللي يخليكي تشتري بقى؟ ما انت بتجيبي العلف وتحطي عيش وتحطي، لا انت وفري العلف ده خالص، انت اعملي اكلك بنفسك في البيت لطيورك، ما تكلفيش نفسك. عارفه الزفاره دي مش بس مشجعه، لا ومغذيه كمان، وبتفتح نفس الطير على الاكل. اصل انت خلي بالك الركه على ان انا ازاي اشجع الطير ياكل وانا مش حاطه علف. على فكره انتوا شايفين، اقسم بربي الطير اللي انتوا شايفينها دي والله انا ما بحط علف ليهم،
انا حاطه بس عشان الحلفان للمولر علف، لان هو لسه في اول اسبوع وما ينفعش ان انا ما احطلوش، لان هو اول 10 ايام بيحب يبني نفسه بنفسه. بصي بقى بالصلاه على النبي، الزفره دي بقى والاكله دي، البطاطا من الحاجات المغذيه جدا، ده احنا بنحطها للعيال الصغيره، نسلقها لهم وكل يوم عشان تتغذى وتتقوى، ده حتى البيبي الصغير بنهرسها له ونحطها ونحيقها له شويه كده عشان ياكلها. عايزه اقول لك يا اختي ان البطاطا دي موجوده دلوقتي في السوق ورخيصه، هاتي منها وعيني. على فكره احنا بنخزنها ما بيحصل لهاش اي حاجه. تاني حاجة العيش، لقمتين عيش، ما عندكيش عيش ياما هاتي حبة ردة، هاتي كيلو ردة، كيلو ردة رخيص، حطيه على حبة البطاطا مع المية اللي انا حطاها بتاعت السمك، وظبطي اكلك كده وبسطيهم. دي الاكلة دي اتحداكي لو ما كانت مغذية جدا لجميع الطيور. البطاطا من الحاجات المهمة، زائد بقى ان انا حطيت فلفل اسود وحطيت كمون وحطيت كزبرة وحط ملح وحط الدلع كله. ايه بقى رأيك في الوصفة دي؟ اتمنى ان انت تكتبي لي في تعليقاتك، لاني انا بتبسط قوي بتعليقاتكم، واي نقد انا بقبله مفيش اي مشكلة خالص، لان النقد بيخلينا احسن من نفسي. عايزه اقول لك اعملي وصفاتي، اقسم بربي ولا اي حاجه من اللي انتوا شايفينهم على الارض دول بيتحط لها علف. هما بياكلوا بصوا بطاطا، جزر، بصل، عيش، رده، قمح، شعير، كزب، الحاجات دي، ذره مطحونه، الحاجات دي هي بالنسبه لي اساس التربيه. اتمنى بقى ان انتوا تتابعوني وتشتركوا في قناتي وتشجعوني، واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.